السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتمم بعد أن تعرفنا على أن السلاسل الجبلية تتشكل في حدود تجاوب الصفائح. وصلنا الآن إلى أقسام أو لأصناف إلى أصناف السلاسل الجبلية. هناك ثلاث أصناف: الصنف الأول اللي هو سلاسل الطمر، الصنف الثاني اللي هو سلاسل الاصطدام، والثالث اللي هو سلاسل الطفو. ملي غادي ندرسو، ولا كنا درسنا بدينا بدراسة سلاسل الطمر، وكنا شفنا كمثال جبال الأنديز. الآلية أو كيف تتشكل هذه السلاسل؟ عن طريق انغراس غلاف صخري محيطي تحت قاري. ضروري ومؤكد تركزوا على هذه القضية، بأنها الغلاف الصخري المحيطي ينغرز تحت القاري. يعني في التمر يتدخل نوعين من الغلاف الصخري: صخري محيطي وغلاف صخري قاري. بالنسبة للاصطدام، غادي نشوفوا سلاسل الاصطدام، وهي ناتجة عن ظاهرة الاصطدام، وغادي ندرسو كمثال جبال الهيمالايا. الآلية أو كيفية تشكل هذه السلاسل تكون عن طريق اصطدام غلافين صخريين قاريين. إذا أؤكد، ضروري تعرف نوعية الصفيحة المتدخلة في كل ظاهرة. ظاهرة التمر اللي كتعطيني ظاهرة أو اللي كتعطيني سلاسل التمر كيكونوا فيها الصفائح المتدخلة صفيحة محيطية وأخرى قارية. أما بالنسبة لسلاسل الاصطدام، فالصفيحتين بجوجهم كيكونوا قاريتين. ثم الصنف الثالث من السلاسل اللي هي سلاسل الطفو، وغادي ندرسو جبال عمان. هنايا كتكون سلاسل هاد السلاسل الطفو تتكون عن طريق طفو غلاف صخري محيطي فوق غلاف صخري قاري. يعني هنا كتلاحظوا عندنا تدخل ديال نوعين من الصفائح، واحد محيطي والاخر قاري. ولا لاحظتوا انه كيوقع العكس اللي كيوقع في سلاسل التمر او في ظاهرة التمر، حيث ان الغلاف الصخري المحيطي رغم ان كثافته كبيرة إلا أنه يطفو فوق القاري. وسوف نعرف لماذا عندما ندرس سلاسل الطفو.